أهلا بكم من جديد. في درسنا اليوم سوف نشرح لكم كيفية إنشاء موقع متعدد اللغات عبر Local Storage في لغة الجافا سكريبت. الدرس اليوم لن يكون عن التصميم المواقع. إذا كنت تريد أن تتعلم التصميم مواقع، ادخل إلى قناتنا واختر قائمة تشغيل وتابع الكورس CSS. الدرس اليوم سوف أشرح لكم الفكرة كيفية إنشاء موقع متعدد اللغات فقط. طبعا هذه هي الأقوال درسنا السابق، سوف أقوم بجعلها كتعليق، وهنا سوف أقوم بجعل هذا الجزء كتعليق من عناصر ال HTML. سوف أقوم بإضافة هنا العنصر الستايل مع هذه الخلفية. طبعا أنت لست مجبر على وضع هذه الخلفية، فقط لكي يظهر شكل الموقع بشكل أنيق قليلا. سوف يكون موقع بهذا الشكل خالي من أشياء. على سبيل المثال لديك عديد من العناصر، سوف نقوم بتجربة العنصر H1 وعنصر paragraph وبها النص. العنصر H1 بها النص تريد أن تقوم بترجمتها، سوف أقوم بكتابة أي نص على سبيل المثال كودر شيار، وسوف أقوم بإضافة paragraph على سبيل المثال learn JavaScript. سوف أقوم بإنشاء 2 أزرار، يمكنك إنشاء عدة الأزرار. سوف أقوم بإنشاء 2 أزرار لكي عندما يتم النقر عليها يتم تغيير اللغة. سوف أقوم بإضافة ID لأول زر يسميها Arabic، يعني اللغة العربية. وسوف أقوم بإنشاء زر جديد button وأقوم بإضافة ID يساوي English. هنا سوف أقوم بإضافة النص Arabic بهذا الشكل، وهنا سوف أقوم بإضافة النص English. الآن نريد عندما يتم نقر شخص ما على الزر الذي يكون عربي يتم ترجمة النص إلى اللغة العربية. بالبداية يجب أن نقوم بإضافة ID للعناصر الذي نريد أن نقوم بترجمتها على سبيل المثال ID لهذا العنصر title، ID لهذا العنصر نسميه على سبيل المثال P بهذا الشكل. ضمن الملف الجافا سكريبت سوف نقوم بإنشاء class نسميه على سبيل المثال translate، يعني ترجمة. وضمن نقوم بإنشاء constructor بهذا الشكل. لتشغيل هذا class نقوم بإنشاء العنصر onload يساوي new، ثم نقوم بتحديد الاسم الكلاس. طبعا يمكنك تحديد بنفسك اسم الكلاس. الآن انتهينا. الآن سوف نقوم بإنشاء method وسميه على سبيل المثال أيضا translate بهذا الشكل. طبعا يمكنك اختيار أيضا اسم الميثود بنفسك. ضمن الترانسليت سوف أقوم بإضافة parameters أو يمكنك اعتبار فريابل باسم language بهذا الشكل. هنا ضمن constructor نقوم بتحديد العناصر document get element by id، العنصر button الذي يملك id Arabic و English. طبعا يمكنك استخدام صورة أو نص بدل البوتون، أنت حر. سوف أقوم بتحديد أول بوتون عبر ID، ثم نقوم بكتابة نقطة at event listener، ثم نقوم بإضافة خاصية كليك بهذا الشكل فاصلة، ثم نقوم بإنشاء هذه الأقواس يساوي، ثم هذا القوس، ثم نقوم بإنشاء الأقواس المعقوفة بهذا الشكل. لا تنسى إغلاق هذا العنصر بهذا الشكل. الآن قمنا بالتحديد العنصر الذي يملك الـ ID Arabic، وقلنا إذا يتم النقر عليها نريد أن يتم تنفيذ الأوامر موجودة ضمن الأقواس المعقوفة. نحن نريد أن يتم تشغيل هذا الميثود، إذا نقوم بكتابة this نقطة ثم اسم الميثود، ثم نقوم فتح هذه الأقواس. وضمن هذه الأقواس نقوم بإعطاء القيمة لهذا الفريابل. أريد أن أقوم بإعطاء القيمة هنا
أرابيك بهذا الشكل. سوف أقوم بالنسخ هذا الجزء وأقوم بتكراريه. هنا بدل الـ ID Arabic سوف أقوم بإضافة ID English، وهنا سوف أقوم بإعطاء القيمة English. طبعا إذا كان هناك، إذا كنت تريد أن تترجم موقعك إلى 10 لغات نفس الطريقة، تقوم بإنشاء عدد اللغات وتقوم بتحديدها عبر جافا سكريبت بهذه الطريقة. الآن انتهينا من هذه الخطوة. هنا ضمن الميثود سوف نقوم بإنشاء جملة شرطية if، نقوم فتح هذه الأقواس ونقول language إذا كانت متساوية مع الكلمة Arabic نريد أن يتم تنفيذ الأوامر الموجودة هنا ضمن الأقواس المعقوفة. نريد أن نترجم موقعنا إلى اللغة العربية، طبعا فقط قمت بإضافة 2 عناصر، أول عنصر H1 قمت بإضافة ID Editor وهنا ID P. إذا يجب أن نقوم بتحديدهم، نقوم بكتابة document.getElementById ثم نقوم فتح هذه الأقواس، نقوم بكتابة اسم الID، هنا اسم الID Title. إذا يجب علينا أن نقوم بكتابة Title بهذا الشكل، ثم نقطة inner html يساوي القيمة الجديدة، نقوم بكتابتها بنفسنا على سبيل المثال، وهنا مكتوب كودر شير. إذا سوف أقوم بكتابة ترجمتها مبرمج شير بهذا الشكل. وأيضا نقوم بتحديد العنصر الثاني document.getElementById، نقوم فتح هذه الأقواس ثم نقوم بتحديد العنصر الثاني بهذا الشكل .innerHTML يساوي، نقوم بكتابة الترجمة learn JavaScript، ترجمتها سوف يكون تعلم JavaScript بهذا الشكل. وهنا نقوم بإنشاء جملة شرطية أخرى else if، نقوم فتح هذه الأقواس بهذا الشكل ونقوم بوضع هنا إذا كان القيمة الذي يملك الفاريابل language يساوي English مثل ما قمنا بوضع هنا، نريد أن يتم تنفيذ الأوامر الموجودة هنا. طبعا نريد أن نقوم بترجمة هذه النصوص إلى اللغة الإنجليزية، نقوم بكتابة كودر شير بهذا الشكل. وهنا نقوم بوضع learn JavaScript بهذا الشكل. الآن لكي يعمل هذا الميثود يجب أن نقوم بكتابة this نقطة ثم اسم الميثود بهذا الشكل. لنقوم بفتح الملف ال HTML لنشاهد هل يتم ترجمة بشكل صحيح كما تشاهد، ولكن من دون اللوكال ستوريج عندما تقوم بتحديث الصفحة سوف يختفي الترجمة مثل ما تشاهد، يعود إلى ترجمتها الأساسية. سوف نقوم باستخدام اللوكال ستوريج. هنا ضمن الميثود سوف نقوم بكتابة الأمر لوكال ستوريج دوت سيت ايتم، ثم نقوم بإنشاء كي نسميها كي على سبيل المثال لانجويج بهذا الشكل. طبعا الكي يمكنكم اعتبارها كاسم فاريابل، ثم فاصلة ثم نقوم بإعطاء القيمة الذي نريد أن نقوم بحفظها ضمن هذا الكي. نريد أن نقوم بحفظ البيانات الفاريابل لانجويج، إذا نقوم بكتابة لانجويج بهذا الشكل. الآن لحصول على القيمة هذا الكي نقوم بإضافة هنا local storage dot get item، ثم نقوم فتح هذه الأقواس ثم نقوم بتحديد الاسم الكي الذي نريد أن نقوم باستردار القيمة منها بهذا الشكل. لنقوم الآن بالتجربة كما تشاهد، الترجمة الآن يعمل ويتم حفظ تلقائيا. إذا ضغطنا على زر اليمين من الماوس من ثم آخر خيار، إذا كنت تستخدم جوجل كروم أبليكيشن
كما تشاهد كي لانجويج القيمة أرابيك. إذا قمنا بالضغط على إنجليش كما تشاهد القيمة سوف يكون إنجليزية. لماذا يجب علينا أن نقوم بوضع هنا Local Storage Get Item Language؟ لأننا نريد أن نقوم باسترداد القيمة التي نقوم بحفظها ضمن Parameters. إذن يجب أن نقوم بوضعها أيضا كParameters هنا لكي يقوم باستعادة القيمة التي تم حفظها عندما تم النقر على الأزرار. هنا قلنا إذا تم النقر على الزر الذي يملك ID English نريد أن يكون القيمة الparameters الموجود ضمن method أن يكون English. عندما يتم نقر ويصبح القيمة إنجليزية يتم حفظ تلقائيا هنا عبر local storage set item language، من ثم يتم حفظ القيمة الذي يملك الفاريابل language الذي يكون موجود هنا. وهنا نقوم باسترداد القيمة التي تم حفظها عبر local storage، وبعد استردادها يتم مقارنة الجملة الشرطية. إذا كان القيمة التي يملك الفاريابل language يساوي عربي يتم تنفيذ الأوامر الموجودة هنا. هنا قمنا فقط نريد أن نقوم بالترجمة العنصر الذي يملك ID title و ID p. بهذه الطريقة إذا كان لديك 20 أو 30 عنصرا تريد أن تقوم بترجمتها دون حاجة لتحديث الصفحة يمكنك استخدام هذه الطريقة وسوف يعمل معك بشكل صحيح بدون مشاكل. وإذا كنت تريد أن تتعلم كيفية إنشاء المواقع باحترافية وتصميم المواقع يمكنك متابعة الكورس CSS على قناتنا. ادخل على الكورس، طبعا الكورس الكامل يستغرق تقريبا 5 ساعات ونصف، وبها سوف تتعلم كل شيء مهم عن اللغة CSS. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتشغيل زر الجرس إذا كنت لسه مشترك في قناتنا. وأتمنى من حضرتكم دائما نشر قناتنا على المجموعات الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي أخرى لدعمنا لمواصلة نشر لكم مزيد إن شاء الله. وإن كان لديك أي سؤال يمكنك تواصل معنا عبر التعليقات أو يمكنك تواصل معنا عبر الإيميل الذي سوف تجدونه في الوصف هذا الفيديو. أراكم في الدرس القادم.